مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الدليل. اليوم هو اليوم المنشود واللي فيه إن شاء الله بيكون معانا رابح بالجائزة الكبرى. واحد بس من المشتركين بيحصل تذكرة سفر لشخصين على العاصمة اللبنانية بيروت. تابعونا مشاهدينا وخلونا نشوف منو بيكون سعيد الحظ واللي بيكون ويانا إن شاء الله فايز في حلقة اليوم. حياكم الله، تابعونا. سؤالنا الأول في حلقة اليوم يقول: إلى كم قسم تتقسم إمارة أبوظبي؟ أتوقع أن هذا السؤال وايد سهل ولازم يجاوبونه. حياكم الله. يعطيك العافية. عافيك. الاسم الكريم. عبد الله سالم بارك العتيبة. والله والنعم يا عبد الله. عليك زول. أبو حميد، عندي لك سؤال وإذا جاوبته إن شاء الله كذي. إن شاء الله. سؤالك يقول: إلى كم قسم تنقسم إمارة أبوظبي؟ 7 إمارات. إلى كم قسم تتقسم إمارة أبوظبي؟ يعطيكم العافية. الله يعافيك. شو اسمك بالخير؟ ملاك. ملاك، والنعم. عدنان فات شمري. والله والنعم. مبروك. انزين، بسألكم سؤال وإذا جاوبتون لكم جائزة، زين؟ زين. بس خبروني، خلصتوا أغراض العيد ولا بعدكم؟ لا، ما سألنا شيء أصلاً. بعدكم ها؟ أيوه. يلا زين، سؤالكم يقول: إلى كم قسم تنقسم إمارة أبو ظبي؟ 3. ما شاء الله عليك. أبو ظبي والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية. صح؟ صح. إذا 3. 3 صحيح. شو هم الثلاثة؟ أبو ظبي. أيوة. 3. إيش دراك ما شاء الله؟ تعرف؟ زين يلا عطني، شو هن الأقسام؟ الأبو ظبي. صح. والشرق. شو شرق؟ مدينة الشرقية؟ أيوة. أوكي. المنطقة الشرقية و إمارة أبو ظبي كم قسم تنقسم؟ الشمالية والغربية والشرقية. أبو ظبي العاصمة. العاصمة تنقسم إلى قسمين. انت صح، 3 اقسام هي. العاصمه ابو ظبي ولكن مع الغربيه. صحيح. غياثي، بدع زايد والسلع. حلو، هذه منطقه الغربيه. وين المنطقه الثانيه؟ ايوه، المنطقه الشرقيه والمنطقه الغربيه. ايوه ما شاء الله عليك، فعلا جابتك صحيحه. وهذا كوبون مقدم من فان ووركس. تفضل. متأكد؟ متأكد. مليون بالمية؟ مليون بالمية. زين، جوازكم مقدم من فان ووركس، تفضل، هذه جائزتك وهذه جائزتك، يلا روحوا العبوا. زين. والمنطقة الغربية. صحيح. والمنطقة الشرقية. ألف مبروك، وهذا كوبون مقدم من سفيرة، ويعطيك العافية. شكرا، بارك الله فيك. حياك الله. حياك الله. شكرا. أبو ظبي؟ إيه. من بنياس والشوامخ. أيوة، شو يسمونها المنطقة هذه؟ والعين عندكم منطقة. أيوة. أيوة شرقية. صحيح 100%، وهذا كوبون مقدم من سفيرة، ويعطيك العافية وشكرا لك. أما سؤالنا الثاني مشاهدينا يقول: ما هي أقوى الحيوانات ذاكرة؟ حسب معلوماتي أتوقع الدولفين، لكن خلونا نشوف شو هي الإجابة. حياكم. يعطيك العافية. يعافي قلبك يا رب. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يخليك. اسمي الكريم. اسمي طارق عمر دسوقي. طارق، والنعم فيك يا طارق. الله يخليك يا رب. الله خلصت أمورك للعيد ولا بعد؟ الحمد لله، لسه عم تسوى، عم نشوف شو عندنا موجود. يعطيك العافية. الله يخليك قلبك. سؤالك يقول: ما هي أقوى الحيوانات ذاكرة؟ ذاكرة. ما هي أقوى الحيوانات ذاكرة؟ ما هي أقوى الحيوانات ذاكرة؟ شو خليفة؟ أقوى حيوانات؟ ذاكرة، ذاكرته وايد قوية، يتذكر. اللي أنا أتذكرها؟ هي شو؟ الفيل. أقوى الحيوانات ذاكرة؟ ذاكرة. تتذكر. والله صعبت علي السؤال هيك. بالعكس، سؤال جدا سهل. الشمبانزي صح؟ لا. الغرد؟ لا. أقوى الحيوانات ذاكرة؟
صعب. أنا ما أقدر أساعدك ولكن بخبرك شغلة. اللي أنا عن نفسي مثلا معلوماتي الشخصية حلو. أشوف إنه مثلا الدولفين يعني حيوان ذكي. بس هذا حيوان بحري عادي؟ يا عيني عليك. يا عيني عليك، أنت شي تفكر. حلو. إذا شو هو الحيوان؟ شو أنت تقول؟ من البحر؟ لا مش البحر. الأسد؟ لا. هو مفترس ولا عادي هو؟ لا عادي، حيوان عادي. بس أحيانا ممكن يعض. الحيوان دولفين؟ لا. الدولفين؟ لا. مو بالدولفين؟ لا. شو ممكن يكون؟ الكلب؟ لا. حيوان ذكي؟ فينا نقول نحن نقول يعني ما هو أقوى الحيوانات ذاكرة؟ دائما هي يتذكر يعني. ال هو موجود عندنا وايد، نحصله داخل شيء يعني داخل رملة مرات، الصحراء. اسد؟ لا، اسد في الغابة صح؟ بس شو اللي عندنا في الصحراء؟ صحراء جمل. شو؟ جمل. متأكد؟ ايه. أكيد؟ ايه. راشد؟ جمل. جمل ولا بعير؟ الأسد أو النمر، حدا من هذول ما عندي فكرة. يعطيك العافية. يعافي قلبك. شكرا لك حبيبي. كل السلامة. أو ناقة. كل واحد. وبعر وناقة. كل واحد صح؟ شو يعني جمل صح؟ هي أقوى ذاكرة. فعلا أنا جابتكم صحيحة. هذا كوبون مقدم من فام ووركس. يلا روح العبوا. يعطيكم العافية. البعير. أيوه. البعير صح؟ متأكد؟ البعير أنا هي صح، لأنه ما ينسى طول حياته. أيوة، إذا سويت حادث لا سمح الله ونشب فينا عم منه خلاص يعني. صحيح ولا لا؟ فعلا إجابتك صحيحة، وهذا كوبون مقدم من هير لاب. يعطيك العافية وشكرا لك. شكرا. حياك الله. الله يحييك. سؤالنا الثالث في حلقة اليوم يقول: كم عدد سور القرآن الكريم؟ يعطيك العافية. الله يعافي عمرك. الاسم الكريم. سعيد القحطاني. ونعم فيك يا أبو عسكر. نعم بحالك. الله يعافيك. سعيد، عندي لك سؤال، وإذا جاوبت إن شاء الله لك هدية. بإذن الله. بس خبرني، خلصت أمور العيد ولا بعدكم؟ لا والله لسه، توني أول يوم أجهز. يلا يعطيك العافية. الله يعافيك. سؤالك يقول يا سعيد: كم عدد سور القرآن الكريم؟ سور القرآن الكريم؟ أي نعم. 200 و 100 وكم؟ 114. 114 متأكد؟ إن شاء الله. صحيح محمد؟ كم عدد سور القرآن الكريم؟ 114 سورة. 114 سورة. متأكد؟ إن شاء الله. أكيد. 114. 114. متأكد؟ 114. صحيح أبوك 114؟ قول أيوة صح. صح. صح؟ فعلاً إجابتكم صحيحة، وهذا كوبون مقدم من فون ووركس. يلا روح العب. ها. يلا. مشكورين مشكورين. يعطيكم العافية. مع السلامة. فعلاً إجابتك صحيحة، وهذا كوبون مقدم من صفيرة. ويعطيك العافية شكرا لك. الله يحييك. تسلم. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. انت بصحة وسلامة. فعلا جابك صحيحة، وهذا كوبون مقدم من صفيرة. ويعطيك العافية. الله يعافيك. تسلم. شكرا جدا. شكرا لك. طيب. شكرا جدا. أين تقع جزر القمر؟ كثير نسمع عنها. خلونا نشوف مين بيجاوب على هذا السؤال. حياكم. يعطيك العافية. الله يعافيك. حياك الله. كريم. عبد الله محمد عبد الله. ونعم فيك يا ابو حميد. يا حميد. ما شاء الله في ياس موش. شو قاعد تسوي؟ والله اتفضل صراحة. خلصوا امور العيد ولا بعدكم؟ الحمد لله. الحمد لله. كل شيء خالص. سؤالك يقول: أين تقع جزر القمر؟ جزر القمر تقع، وين تقع يا اخوي؟ أين تقع جزر القمر؟ سؤالك يقول: أين تقع جزر القمر؟ جزر القمر شرق في آسيا طبعا. في آسيا، بس وين؟ سؤالك يقول: أين تقع جزر القمر؟ جزر القمر؟ هي. في أبو ظبي. لا، وين في أبو ظبي؟ أين تقع جزر القمر؟ جزر القمر هذا اللي عندهم جوازات جزر القمر. صحيح. صح ولا لا؟ إي، بس وين تقع هاي؟ هذه الله يسلمك في صوب دلمة. هذه دولة. دولة. صحيح. هاي دولة تتبع للإمارات. صح ولا؟ لا. بعد بين الصومال و أفريقيا. أفريقيا؟ متأكد؟ أكيد. هو في محيط. محيط؟ محيط شو؟ والله العظيم وحقتنا بس. هات شهر يا ابوي. كوري نهر هي.
جزر القمر ما اعرف، سؤال ثاني. في محيط هي وين؟ في المحيط؟ ايه جزر القمر محيط. انا ما بكذب بس عطني ثلاث خيارات. بعطيك ثلاث خيارات. ثلاث خيارات وانت اختار. اثنين احذفهم وخل واحدة. لا كذي ما يصير. زين. بعطيك ثلاث خيارات. نعم. اوكي. زين. استاهل استاهل والله استاهل. شو هو المحيط؟ المحيط الهندي. اين تقع جزر القمر؟ جزر القمر. في المحيط الهندي. متأكد؟ متأكد. أبو حميد. توكل على الله. مليون بالمية؟ مليون بالمية. المحيط الهادي؟ المحيط الهادي. ولا المحيط الهندي؟ الهندي. ولا البحر الميت؟ لا بحر المحيط الهادي. المحيط؟ الهادي. متأكد؟ بإذن الله الواحد بخبص بس يلا. كسبنا شوفتك يا سلطان يعطيك العافية. ناجح ولا؟ راشب. لا إله إلا الله. هو في محيط صحيح؟ إيه محيط الهندي. محيط؟ الهندي. متأكد؟ إيه. فعلا جابك صحيح يا ابو حميد، هذا كوبون مقدم صفيرا ويعطيك العافيه. شكرا لك. فعلا جابك صحيح، هذا كوبون مقدم من زين دايموند يعطيك العافيه. شكرا لك. حياك الحمد لله، اول مره في حياتي افوز. يعطيك العافيه. الله يعافيك. الاسم الكريم سهيل خميس عبد الله سلطان الحمادي. والله والنعم يا سهيل. ما عليك زود سهيل. انت معك. عندك سؤال جائزه الكبرى. نعم وان شاء الله تكون من ربحانين ان شاء الله. سؤالك مره واحده بقوله وعندك 10 ثواني بس مرة. تفكر فيه. ذا كان مصوب. يقول: من هم السبع الذين خلقهم الله قبل ادم ويموتون واحد بعد واحد ويرجعون من جديد حتى قيام الساعه، لا يتشابهون ولا ياكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتكلمون، ويعرفهم كل إنسان متعلم وغير متعلم؟ بسم الله. الجن. الشياطين. يعطيك العافية. الله يعافيك. بسم الكريم. محمد الشمري. محمد ونعم فيك يا محمد. سؤالك سؤال جائزة الكبرى. يقول: من هم السبع الذين خلقهم الله قبل آدم ويموتون واحد بعد واحد ويرجعون من جديد حتى قيام الساعة، لا يتشابهون لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتكلمون، ويعرفهم كل إنسان متعلم وغير متعلم؟ روح معي. يمكن الملائكة. الملائكة الجن. ما أدري والله. شكرا لك. خيارات شيء. الله يعافيك. حياك الله. تسلم. شكرا لك. يعطيك العافية. الله حياك الله. يعطيك العافية. الله يعافيك. اسم الكريم. محمد ناصر علي. والله والنعم يا رب. نعم بحالك. وجاسم سؤالك سؤال جائزة الكبرى. يقول: من هم السبع الذين خلقهم الله قبل آدم يموتون واحد بعد واحد ويرجعون من جديد حتى قيام الساعة، لا يتشابهون ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتكلمون، ويعرفهم كل إنسان متعلم وغير متعلم؟ أيام الأسبوع. أيام الأسبوع. متأكد؟ أي نعم. مليون بالمية. مليون بالمية. ألف مبروك بالاشتراك مع بينونة ومع ياسمول ومع أيضا مطعم بوبوف اللبناني. هذه تذكرتين سفر مقدمة من مطعم بوبوف اللبناني. زين لشخصين إلى بيروت، عاصمة بيروت. أيوة يعطيك العافية. الله يبارك فيك. تستاهل. تستاهل. أنا موفق. جزاك الله خير. شو تقول؟ شو أقول بعد؟ فرصة حق العيد. هذا النصيب. هذا النصيب. نعم. هذه سفرة مجال. أكيد. هنا حبيبك. الله يحفظك. موفق إن شاء الله. وياك. ألف مبروك للي فازوا ويانا، وألف مبروك للي فاز معانا بالجائزة الكبرى، وأشكر لكم متابعتكم مشاهدينا الكرام. لاقونا باكر في الحلقة الأخيرة من برنامج الدليل الساعة 7:30 إن شاء الله. مع السلامة.